والسلام عليكم، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ الفيديو بتاع النهارده ده من الفيديوهات اللي هي مقربه جدا لقلبي، لان انا بتكلم فيه عن اختراعات مميزه جدا. والنهارده بقى انا معايا اربع اختراعات يعني اروش من بعض. واكيد زي ما انت ما فهمت من عنوان الفيديو، الاربع اختراعات دول لو انت استخدمت واحد فيهم بس على الاقل هيبقى كفيل ان هو يضاعف العمر بتاع البطاريه. فما بالك بقى لو انت استخدمت الاربع اختراعات دول، عايز اقول لك ان هم كفيلين ان هم يخلوا البطاريه بتاعتك جامده جدا. وكمان لذيذ فيهم ان هم روشين قوي زياده عن اللزوم. والاربع منتجات دول شركه موبايل اللي موفرها لنا، صراحه شركه محترمه جدا. بمجرد ما انا اتواصلت معاها قلت لها عايزين بقى نعمل فيديو جامد نفيد الناس مش عارف ايه، فيا دوبك يعني مثلا كلمتهم النهارده، تاني يوم الصبح راحوا بعتين الاربع كابلات دول. فيعني صراحه شكرا ليهم جدا، وهتلاقي اللينك بتاعهم في الديسكربشن تحت. خش بقى قلبوا في البيج بتاعتهم كده، ايه زي ما هم ظبطونا تظبطوهم. لو كمان في اخر الفيديو كده هيبقى فيه مفاجاه كده ليكم ان شاء الله هتعجبكم جدا، فانصحكم تكملوا الفيديو معايا لحد الاخر. وطبعا قبل ما نتكلم بقى عن اول منتج فيهم، تنزل تعمل لايك للفيديو، الموضوع ده بيساعد جدا جدا جدا. كفايه بقى لك ونخش في اول منتج. طيب الاربع اختراعات اللي معانا دول هم كابلات شحن. وقبل بقى ما تتسرع يا صديقي وتقول لي طب انا هعمل ايه بالكابلات، الكابلات ملهاش لازمه مش عارف ايه، فاحب اقول لك ان بالنسبه للبطاريه بتاعه الموبايل، الكابل او الكابل نفسه بنفس الاهميه بتاعه راس الشاحن. يعني انت مثلا ما ينفعش تستخدم راس الشاحن بتاعه الموبايل الاصليه، لان دي تعتبر بتعيش شويه، لكن السلك على طول بيتقطم، وفجاه تشتري مثلا سلك ب 10 15 جنيه. الموضوع ده عايز اقول لك بيهلك البطاريه وبيخليها مش مستحمله اصلا. واول كيبل معانا هو من شركه كاكو او كيكو او كاكو، يعني المهم كي اي كيو، انا مش عارف انطقها صح، بس المهم يعني الشركه دي بقى ميزتها ان هي بتقدم كابلات، ودي يعني حاجه مفروغ منها، بس كمان بتقدم مع الكابل ده حاجه روشه فوقيه. يعني مثلا كابل ما يبقاش كابل بس، لا لازم يبقى كده فيه التاتش بتاعه. واول كابل معانا اسمه كاكو او كيكو، يعني تايمر كيبل. والتايمر دي بقى فكره لذيذه في الكابل ده، ان هو في تايمر في الكابل نفسه. بمعنى ايه؟ انت مثلا ممكن تظبطه ساعه او ساعتين او ثلاثه او اربعه او خمسه، يعني انت معاك من ساعه لخمس ساعات. وبكده بقى هيحل لك مشكله كلنا بنعاني منها، هو ان احنا مثلا كلنا بالليل او تقضي يومك كله مستخدم الموبايل مخلص البطاريه، وتروح بالليل تقوم حاطه في الشاحن وتسيبه بقى الليل كله عمال يشحن. فده هو ما بيأذيش البطاريه قوي، يعني مثلا برضو اللي هو الموبايلات بتاعتنا دي سمارت مهما حصل، فلما الموبايل بيوصل 100% هو بيفصل شحن مع نفسه. بس احب اقول لك ان هو مع كتر الاستخدام او كتر تكرار الموضوع ده، فجاه هتلاقي البطاريه بتاعت الموبايل ده بتخس. يعني مثلا بعد ما كانت بتقعد معاك 8 ساعات هتلاقي بقت بتقعد معاك 7، بقت بتقعد معاك 6 وهكذا. فبقى السلك ده بقى هو جاي يحل المشكله دي نهائي، هو انك مثلا الموبايل بتاعك ده بيقعد يشحن في ساعه او مثلا بيشحن في ساعتين، فانت تظبط التايمر في الكيبل ده انه هيقعد ساعه بس، فبعد الساعه دي هو هيفصل الكهرباء خالص على الموبايل. بقى عملت بقى في ايش باللذي، الكهرباء قطعت، الكهرباء علت، ما بص مش هتبقى الان نهائي على الموبايل بتاعك، هو بعد ساعة او بعد ساعتين هو كده فصل الكهرباء عنه. وبعيدا عن فكرة اللي هو الكيبل اللذيذة او التايمر اللي فيه، الا كمان يعني جودة التصنيع بتاعت السلك ده عجباني جدا. يعني بقالي فترة بستخدمه، وعايز اقول لكم ان الكابل ما بيتهزش، ما فيهوش اي مشاكل، ما قابلتنيش في اي مشاكل. يعني حتى السلك نفسه تحسه هو اصلا بريدت، وانا بحترم جدا اي حاجه بريدت. يعني مثلا اسلاك السماعات البريدت اللي هي تلاقيها معموله كده بالخيط او بالقماش، تحس ان هي بتعيش اكتر، وبعدين بتحمي السلك نفسه من هو مثلا يلف فوق بعض. يعني احنا كلنا مثلا نقوموا مكورين السلك ورامينه في اي حاجه، تيجي بقى نستخدمه بعدين هتلاقيه مطلع عينيك عشان تقعد تسلكه. فيعني الفكره دي او الحاجه البريدت بتحل المشكله دي خالص. وبعدين حتى سمك السلك تحسه كده تخين كده، تحس ان السلك محمل في نفسه. وكمان على شركه موبو، يعني شركه موبو اللي هي موفراه، بتقول ان السلك ده ضد القضاء. يعني انا طبعا ما عنديش الجرأه ان امسك السلك مثلا واقطعه، لان طبيعي يتقطع، بس يعني على كلامهم اللي هو من كتر الاستخدام او كتر الثانيه او كتر الحاجات دي كلها ما تخلوش يتقطع، وكده احنا نبقى حلينا المشكله اللي بتقابلنا كلنا، اللي هو مثلا هتلاقي السلك حتى اللي بيجي مع العلبه الاصليه او السلك الاصلي بتاع الموبايل، هتلاقي مع كتر الاستخدام فجاه تلاقي حته بلاستيكه كده اتقطعت وطلع عينه، والاسلاك اللي جوه بتبقى ضعيفه فبتتقطم على طول. فالحاجه البريدد الصراحه حلت المشكله دي. وكمان يعني برضو الشركه محترمه جدا في الماتيريالز بتاعتها، وبتحاول تحل لك مشاكل كده. يعني عارف ان الحته اللي في الاخر او الطرف ده على طول تحس ان هي بتتقطم في الاسلاك، فهنا بقى مطولين لك حته البلاستيك نفسها بحيث ان هو يقعد معاك مده اطول من غير ما يبقى مثلا يتقطم او يتقطع او يحلوا لك كل المشاكل اللي فيه. فصراحه يعني بعيدا عن الفكره بتاعته، هو كمواد تصنيع نديله 10 على 10، وانا مطمن 100%.
كفايه بقى كلام عن المنتج ده ونخش على المنتج اللي بعته. والصراحه المنتج ده يعني لمس قلبي جدا جدا جدا، لان هو روش قوي كشكل، يعني بعيدا عن فكرته هو كشكل روش. والكابل ده اللي هو ده، واه هو لونه بامبي، اه لونه بناتي جدا، بس صراحه عجبني جدا. والكابل ده بقى فيه ميزتين احلى من بعض. اول ميزه طبعا الشكل بتاعه، وشكله تحفه، والمواد اللي فيه هو كله كده حلو على بعض، حتى اللون اللي فيه عينه بامبي، بس فعلا عجبني قوي. والميزه التانية بقى اللي هي الكابل معمول علشان هو، دي بقى الفكره الروشه اللي فيه، ان هو يعني بيحل مشكله. ان دلوقتي مثلا هتلاقي 3 ارباع الموبايلات او موبايلات ياما، بسبب ان الشركات كلها بقت بتدور على انها تعمل مثلا موبايل اللي هو الشاشه الكامله، الموبايل من غير حواف، الموبايل اللي هو بوبو بكاميرا، او حتى مثلا بالخرم اللي في الشاشه. فهتقوم اول حاجه لغيالك، تقوم لغيالك لمبه الاشعارات. وكلنا مثلا كل ما نيجي نشتري موبايل، يا جماعه هل في لمبه اشعارات ولا لا؟ لمبه الاشعارات تبقى مهمه جدا في الشحن. يعني انت مثلا كل ما تيجي تحط موبايل في الشاحن، بدل ما كل شويه هتقوم تبص عليه خلص شحن ولا لا، بتبقى لمبه الاشعارات لما قرب يخلص شحن هتلاقي نورت لون مختلف، فانت بتبقى مطمن وتفك البتاع من الشاحن على طول. فالكابل ده بقى حل المشكله دي، اللي هو الطرف اللي هو بيتوصل بالموبايل هتلاقي كده فيه اللوجو بتاع الشركه، واللوجو ده بقى فيه لمبه. لما الموبايل يوصل 85%، ودي المفروض النسبه اللي هو انت المفروض بتشيل الموبايل من الشحن، يعني انت المفروض بتشحن الموبايل بتاعك ما بين 20 لحد 80 او 85%، لان ده بتاخد فيه اكتر مده شحن، وفي نفس الوقت ما بتستهلكش قوي من البطاريه، انت بتبقى استهلكت حوالي 60%، غير مثلا ما انت تبقى شحنته من 0 لحد 100% واستهلكتهم من 0 لحد 100%، فده بيبقى انت استخدمت البطاريه خلاص، استخدمت دورة شحن كاملة، ومثلا قاعد معاك هنقول 5 ساعات. فانت لو شحنت الموبايل من 20 لحد 80% هيقعد معاك 4 ساعات، وهتبقى مثلا 60% بس اللي استخدمتهم، يعني حوالي نص دورة شحن، فالبطارية بتاعتك بتعيش اكتر. فزي ما اقولك بقى، الكابل ده هو لما يبقى عند 85% هو نورلك، فانت ايه زي شاطر تقوم تسحب الشاحن من الموبايل. وبالنسبة بقى لخامة التصنيع بتاعت السلك ده، فهو يعني فيه ميزتين احلى من بعض. اول حاجه ان هو بريدت، او الخيط اللي هو معمول منه كده تحس ان هو بيلمع، فمديله شكل حلو، ده حاجه احترمها فيه. تاني حاجه بقى اللي هم حاطين فوق طبقه الخيط دي كمان طبقه بلاستيك علشان تحمي السلك اكتر، كمان عشان ده مبطط فبالتالي ما بيلفش على بعضه اكتر، ففكره ان السلك يبقى بيلف او يخنقك او اي حاجات دي، الحاجات دي تعتبر ملغيه خالص من السلك ده. وهو متوفر منه 3 الوان، اللي هو البامبي والاصفر والرصاصي، بس البامبي صراحه انا واثق ان هو ده هيبقى افضل لون فيهم. وطبعا متوفر منه يو اس بي تايب سي ومايكرو اس بي واللايتنينج، وكمان ميزته ان هو طوله 120 سم غير الاسلاك كلها تعتبر متر، فال 20 سم دول هيفرقوا معاك لو انت بتحط الموبايل وتبقى فيشه بعيده عن السرير وانت نايم على السرير، الموضوع ده بيضايق جدا. برده كفايه كلام عن المنتج ده، ونخش على المنتج اللي بعده. ونخش بقى في ثالث منتج من نفس الشركه اللي هي كوكو كيكو، انا مش عارف نقول ايه، المهم يعني الشركه دي. وده كيبل ماجنتيك، وتقريبا معظمنا سمع عن الكابلات الماجنتيك ومش عارف ايه، ولو انت بقى ما سمعتش عنه، ففكره الكابل الماجنتيك هو ان بدل ما انت كل شويه تحط السلك في الموبايل، بعد كده تشده تدخله في الموبايل وتشده، فجاه تلاقي السوكت نعم، حصلت لك مشاكل، اتكسر حاجه جوه. ففكره الكيبل ماجنتيك هو ان السلك نفسه، الحته او اليو اس بي نفسه اللي بيخش في الموبايل ده، بيخش في الموبايل وبيبقى اخره مغناطيس، والسلك الثاني بقى بيبقى، او السلك الكيبل بتاع الشحن نفسه بيبقى برده اخره مغناطيس. فانت بمجرد ما انت هتقرب السلك من الموبايل نفسه، هتلاقي فجاه السلك ربط في اليو اس بي والاثنين لزقوا في بعض، والموبايل كده هيشحن معاك. بس لو انت بقى تقول يا عم ده، ما ده كيبل ماجنتيك، فين الروشانه فيه؟ او عامه الماجنتيك ده حاجه روشه كده، عشان ما تصرعش حاجه، الماجنتيك دي روشه اصلا، بس زي ما قلت لك احنا لازم يبقى في حاجه روشه زياده. وان اول حاجه في الكابل ده ان هو بيشحن بسرعه 3 امبير، يعني انت الشاحن بتاعك مهما كان سريع الكابل ده هيبقى معاك زي الفل. وكمان تاني ميزه فيه، بص بقى شايف تعدد الميزات، تاني ميزه فيه ان هو بيلف 360 درجه، يعني انت مثلا هتبقى تستخدم الموبايل وتلف بيه براحتك مش عارف ايه، هو المغناطيس نفسه مهما لفيته ما بيفصلش شحن، غير مثلا كابلات اللي هي تعتبر رخيصه شويه او كابلات العاديه الماجنتيك، هتلاقي لو انت لفيت الكيبل نفسه هتلاقيه فجاه فصل شحن، لازم يبقى في حته معينه، فانت كده ما اختلفتش حاجه عن السوكت. وبقى تالت ميزه فيه وهي مواد التصنيع، وانا عارف ان انا بشكر في مواد التصنيع كتير من الشركه دي، بس فعلا من انضف الكابلات اللي انا جربتها من فتره طويله جدا، بسبب ان هي بريدد وهم مزودين عليه كده شويه اضافات حلوه، وكمان الماجنت اللي هنا جامد جدا، اللي هو المغناطيس عالي عالي عالي.
وعايز اقول لكم الكابل ده بقى الكابل الاساسي بالنسبه لي في الموبايل. يعني انا خلاص بقت السوكت محطوط فيه اليو اس بي بتاعه، وعلى طول كل شويه عاوز اشحن الموبايل اقوم موصله وعلى طول. وعايز بقى اشارككم كده كام فكره لذيذه كده كان خطر في بالي بسبب الحاجه الماجنتيك، اللي هو كلنا تقريبا مستخدمين الفئه المتوسطه في الموبايلات بنحب طبعا يعني نشتري شويه اكسسوارز للموبايل، مثلا نشتري له الساعه، نشتري له الايربودز اللي طبعا حاجات الرخيصه يعني، والموبايل نفسه. او لو انت مثلا في بيت كله ناس بتستخدم موبايلات مختلفه وكل واحد فيهم بقى عايز الشاحن بتاعه، فانت مثلا عشان تدور على الشاحن بتاع السماعه او السلك بتاع السماعه تقعد تلف حوالين نفسك وسط الشواحن دي كلها. فالفكره اللذيذه انت بالهيد نفسها، مثلا الهيد بتاعت اللايتنج مثلا تحطها في الايربادز الاي 12 مثلا عندك او جيروم او اي حاجه، ومثلا الهيد بتاعت المايكرو اس بي انت تحطها في الموبايل نفسه، ومثلا هيد مايكرو اس بي ثانيه تحطها في اي حاجه انت بتستخدمها، وهو شاحن واحد بس هيبقى في البيت كله. انت بمجرد مثلا عايز تشحن السماعه بتاعتك يلا حط البتاع، عايز تشحن الموبايل حطه، ما تقعدش بقى تلف نفسك وتخوتهم بالشواحن. وطبعا ده متوفر منه برده كل مداخل الشحن، مايكرو اس بي يوز بي تايب سي واللايتنينج، ومتوفر منه لونين الاسود والسيلفر، بس اللون السيلفر هو اللي معايا ولون حلو جدا، انصحكم جدا لو انت بتفكر تشتري جيب السيلفر جامد جدا يعني. ونخش بقى في اخر كيبل معانا، والكيبل ده بقى من شركه مختلفه، مش شركه كاكو، ده من شركه موكسوم. والكيبل ده الشركة موبو مسمياه الكيبل الجوكر لانه بيعمل حاجات كتير، بس انا بالنسبة لي انا هسميه الكيبل الدبابة او الكيبل القنبلة، لان هو فعلا قنبلة او دبابة، وده بسبب الماتيريالز الصنع بتاعته اللي عايز اقول لكم البتاع ده اتخن من كل الكابلات اللي فاتت، وبريدد جدا ومحترم جدا كشكل وكقوة نفسها. يعني يكفي ان هم الحتة البلاستيك بتاعت اليو اس بي مزودين لها كده حتة بلاستيك من الجنب عشان تقدر تمسكها منها، يعني بص مدلعين السلك من الاخر كده ومدين له متانة. وعايز اقول لكم ان السلك نفسه تقيل يعني كوزن تقيل، وده بسبب ان هو السلك من جوه مصنوع من النحاس، يعني كأنه مثلا سلك واصلة، يعني عارفين سلك الدش بيبقى مصنوع من النحاس، هو نفس الموضوع ده في السلك ده، وده بقى بيديله شويه مزايا عنب. بدايه كده الكابل ده عشان طبعا هو السلك اللي فيه او السلك اللي جواه نفسه تخين قوي، فبالتالي بيديك سرعه عاليه قوي في نقل البيانات. يعني انت لو هتوصل السلك ده باللاب او البي سي بتاعك وهتنقل حاجه مثلا، عايز اقول لك ان هو بينقل بسرعه 480 او حوالي نص جيجا في الثانية. يعني انت مثلا لو هتنقل فيلم او فولدر 2 3 جيجا 4 5 ثواني هتلاقي الحاجات دي منقولة معاك في ثانية. فبص انت لو هتعمل الموضوع ده بيفرق جدا معايا لو انا مثلا هعمل اعادة ضبط مصنع او اي حاجة، طبعا كل شوية ما هتعمل ابديت هتعمل اعادة ضبط مصنع، فتيجي تنقل الحاجة بتاعتك بقى 64 جيجا ولا حاجة تقعد جنبهم بقى 30 سنة على ما يتنقل، هو ده في دقيقة تلاقي كل حاجتك منقولة، فدي حاجة احترمها فيه جدا. وتاني حاجة بقى ان هو برضو بسبب السلك النحاس اللي فيه فهو بيدعم الشحن لحد 5 امبير، وبالتالي بقى عايز اقول لك ان هو بيشحن اي حاجة، يعني ركب فيه اي راس شاحن لاي موبايل سريع هتلاقيه بيشحن معاك. يعني هو بيدعم سرعة الشحن لحد 24 واط، عايز اقول لك اللي هو بيشحن الداش بتاع الوان بلس، بيشحن الفوك بتاع الريلمي والاوبو، الفوك العالي كمان، وكمان الفاست تشارج بتاع سامسونج، والسوبر تشارج بتاع واوي وانر، وكمان الكوالكوم والراب بتاع شاومي. يعني بص اي شاحن انت هتحطه فيه السلك ده هيبقى مكمل معاك، فانت هتشتري السلك ده وهتقعد بيه مثلا تغير 4 5 موبايلات مش فارق معاك من 4 5 شركات، وكلهم هتركبه فيهم وهتشتغل بيه زي الفل. وبص حاجة عنب، بس هو ده بالنسبة لي انا دلوقتي، او يعني الحاجة الاساسية اللي بستخدمه فيه ده بيبقى موجود مع الجهاز بتاعي او في شنطة مع الاجهزة، بحيث ان هو عايز انقل اي حاجة هو ده اللي بستخدمه على طول، سرعة شحن سرعة نقل خرافية. وبس بقى هي دي كانت الاربع اختراعات بتوع الفيديو ده، اتمنى ان هم يكونوا عجبوك، ويعني استنى بقى في فيديوهات جامدة جدا برضو جاية في السكة. بس قولولي في الكومنتات تحت ايه رأيكم، ايه اكتر سلك فيهم او كيبل حاسوا ان هو ده اللي هيفيدك او ده اللي انت نفسك تشتريه او تجيبه. بس انا بالنسبة لي اروش واحد فيهم كشكل فهو البامبي طبعا، يعني ده بلا منازع، واكتر واحد فيهم بقى مفيد فعلا وتحس ان هو هتستخدمه في كل حاجه وهيفرق معاك جدا هيكون الموكسوم او الكيبل الدبابه او الجوكر، ده صراحه مفيد جدا بالنسبه لي حاليا. ونقول بقى سعر كل واحد فيهم. اول حاجه الكيبل اللي هو
التايمر ده عامل 175 جنيه، هو غالي شوية بس يعني هيفرق معاك. انت لو غيرت البطارية نفسها هتلاقي نفسك دفعت اضعاف مضاعفة، فده هيفرق معاك جدا. وبالنسبة بقى للكيبل المجنتيك ده عامل 150 جنيه، والصراحة السعر ده مناسب جدا يعني، قصاد طبعا كل الكابلات المجنتيك اللي بشوفها، قصاد الامكانيات والمواد التصنيع بتاعته، فال 150 جنيه يستاهلوا جدا عليه. والكيبل الموكسوم او الكيبل الدبابة ده عامل 135 جنيه، وزي ما اقولك هو السعر شوية ممكن يكون زيادة شوية، بس قصاد فعلا الامكانيات او السرعة بتاعته او القوة بتاعت السلك، صراحة انا يعني انا شاري فعلا بالنسبة للسلك ده، وفعلا بتاع ده انا هستخدمه دايما. وبالنسبة بقى للكتكوت بتاعنا ده عامل 125 جنيه، وبنانيتي قوي بس جميل فعلا. وبس بقى قولوا لي في الكومنتات تحت رايكم في الكابلات دي. وبس بقى لو فكرت انك تشتري كابل من الاربعه دول وفعلا انصحك بيهم، خش هتلاقي اللينك بتاع شركه موبو في الديسكريبشن تحت، خش بقى وقلب عندهم كده تلاقي حاجات حلوه. وكمان هم عاملين عرض جامد جدا للتكاوية، اللي هو اي حاجه انت هتشتري من الحاجات دي هيبقى التوصيل مجانا لاي مكان في مصر. فبص انت هتتدلع من الاخر، اي حاجه انت هتعوزها هتلاقي وصلك لحد عندك من غير اي فلوس زياده. وبقى من عندي بقى ده الحاجه الحلوه، الفيديو ده لو جاب 500 لايك فانا هطلع الاربع اسلاك دول جيف اوي ليكم. فكل واحد بقى اللي هيعمل لايك خش في الكومنتات يقول لي عايز انهي واحد فيهم، وان شاء الله لو احنا كملنا ال 500 لايك هتلاقي على طول يعني تاني يوم في الانستجرام عامل ستوري قايل فيها الاربع فايزين بتوع الكابلات دول. بس لازم تحط كومنت، علشان الكومنت ده هو اللي هيحدد، يعني انا هعمل الجيف اوي نفسه من الكومنتات، فالكومنتات مهمه جدا عشان انت اللي تكسب. وطبعا لو عجبك الفيديو بقى بعيدا عن كل ده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه واشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، ما تنساش تتابعنا على الفيسبوك انستجرام، تعمل جوين لجروب التكاويه. واشوفك الفيديو اللي جاي، سلام.